الشفاعة يا عباد الله حق تفضل الله بها على عباده، أكرم بها الشافع ورحم بها المشفوع له، وشرطها أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة أصالة وأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من أحد يشفع يوم القيامة لأحد إلا أن يأذن الله ويرضى. والمشرك لا ينفع نفسه ولا يشفع لغيره لأنه مشرك لا نجاة له، والمسلم لا يستطيع أن يشفع لكافر مهما دنت قرابته، فالكافرون والمشركون ليس لهم نفع في شفاعة الشافعين يوم القيامة. يا غلاة الروافض، ليست الشفاعة كما يقول لكم معمموكم، تعلموا أحكام الشفاعة في الإسلام. الشفاعة لأهل التوحيد ولو كانوا أهل ذنوب، ليست الشفاعة كما علمكم معمموكم. لن يقف علي بن أبي طالب يوم القيامة على باب جهنم يرد عنها من أمره الله عز وجل بدخولها، يقول له اذهب إلى الجنة فأنت من شيعتنا. لن يستطيع الحسين رحمه الله ورضي عنه يوم القيامة أن يأخذ من سيئات النواصب، أن يأخذ من سيئات آل البيت والشيعة وأن يجعلها على ظهور النواصب. يا غلاة المتصوفة، ليست الشفاعة حكرا على الولي ومريديه، على أصحاب الطرق وأربابها وأقطابها وأبدالها، ليست لأهل الولاية أصحاب جلسات الخلوات والحضرات. ليست الشفاعة لمن استظل بظل محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وهو من أخبث المجرمين في بلاد الله. ليست الشفاعة للسدنة، سدنة الأضرحة الذين أضخمت بطونهم في سوح المعابد الوثنية، ولا لمن ذبلت أجسادهم بالنط والرقص في مجالس يضرب الشيطان فيها على الدفوف وينشد المطرب ليحيي فيه قلب ليلى وسعاد بذريعة محبة خير العباد. ليست الشفاعة لعشاق قصيدة البردة ومضمرات الجيل وابن الخارط وابن سبعين وابن عربي والتيجاني، إنما الشفاعة للموحدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولما سألوه صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة قال: هي نائلة بإذن الله من لم يشرك بربه شيئا. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام، لما لم يشفع لأبيه؟ حال بينه وبين الشفاعة الشرك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما أراد النبي وأصحابه أن يشفعوا لأقاربهم ممن مات على الشرك أدبهم الله. قال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.